المؤسسات السياسية ثلاثة أنواع: مؤسسات عسكرية، مؤسسات حزبية، مؤسسات تمثيلية نيابية. المؤسسة العسكرية في السودان هي الأقدم، أما المؤسسات الحزبية فهي حديثة نسبيا. مثلا حزب الأمة أول حزب سوداني يتكون في 1945، الحزب الشيوعي يتكون في 1946، حزب المؤتمر السوداني 1986. ففكرة الأحزاب السياسية في كل العالم ما تمت لها 300 أو 400 سنة. كمثال، أقدم أحزاب بريطانيا تكونت في 1678. في السودان المؤسسة العسكرية والأمنية هي اللي كانت مهيمنة قبل الثورة، وقبل ما ننتقي تدخلها في السياسة لازم نديها حقها. المؤسسة العسكرية عندها واجب مهم وما بتقدر تقوم به أي مؤسسة تانية، لا أحزاب ولا برلمانات. وواجب المؤسسة العسكرية هو حماية الأمن الداخلي والخارجي، وده موضوع بديهي. المشكلة إنه المؤسسات العسكرية لما تتدخل في الحكم بتطلع لنا قادة استبداديين، وده بسبب التركيبة بتاعتها وهيكلة التنظيم، وده ممكن يكون إيجابي في الحروب لكن سلبي في حكم وإدارة الدولة. زي ما شايفين في الشكل، قبل التغيير أو قبل الثورة أو قبل التحول، المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان هي كانت صاحبة التأثير الأعلى، وبكون معاها حزب شمولي زي المؤتمر الوطني، وبعد كده برلمان زي بتاع إبراهيم أحمد عمر تأثيره بسيط، البرلمان هو الهيئة النيابية أو التمثيلية، وبعده أحزاب ما عندها أي تأثير كان يذكر. بعد التحول مفروض تكون الأحزاب هي اللي عندها التأثير الأعلى، وبعد كده البرلمانات اللي بتعبر عن الشعب وإرادته بتسن قوانين وتشريعات، ويكون المؤسسة العسكرية تأثيرها ضعيف وتدخلها ضعيف جدا. بس نحن عندنا مشكلة في النظام الحزبي في السودان، محتاج لإصلاح. لو جابي طريقته دي فوق ويكون هو المؤثر حتكون في مشكلة، وتكون يا أبو زيد ما غزيت. مفروض يكون نظام الأحزاب نظام مستقر ونظام مفتوح ونظام تنافسي. ليه؟ لأنه أغلب الصراعات في السودان سبب صراعات بين نخب، والنخب أنواع كثيرة. في قادة أحزاب سياسية يعتبروا نخب، قادة حركات، نخب رأسمالية، نخب دينية، أو نخب بتحقق مصالح بتاع الدول الإقليمية أو مصالح عالمية في السودان. النخب دي عاوزينها بدل ما تتنافس عن طريق الحروب وعن طريق العنف وعن طريق الإنقلابات، عاوزين نخلق لها بيئة سياسية صحية حتى يكون التنافس عن طريق الأحزاب ويكون في تداول سلمي للسلطة. في الوضع الحالي النخب صراع وتنافسها بيتم عن طريق تحالفات وصفقات سياسية بتعمل النخب دي مع المؤسسات العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية في السودان عندها جيوش متعددة، في قوات مسلحة، في دعم سريع، في حركات مسلحة. الصفقات السياسية أنواع كثيرة جدا. لو الزول المحزب أو المنتمي لكيان عنده علاقة بالسياسة شارك في أي عملية أو حملة سياسية أثناء الثورة أو بعدها أو في تفاوض، الصفقة السياسية إنه ياخد منصب. الصفقة دي بيكون اتفاق طويل المدى، يعني اللي ما أخذ منصب حاليا ممكن ياخده بعد سنة أو بعد سنتين. الوعي السياسي في السودان ضعيف لكن المعرفة السياسية كبيرة، والناس دي أيام الثورة بدل ما توعي الناس سياسيا قامت غشت الناس، قالوا لهم ما حناخد مناصب وما حنشارك، والكذب حبله قصير. فالشعب فقد الثقة في الكيانات السياسية ساهمت في الثورة، والسياسيين نفسهم فقدين الثقة في بعض. حزب الأمة ما بيثق في الحزب الشيوعي، والشيوعي ما بيثق في البحثي، والبحثي ما بيثق في الاتحادي. السؤال، كيف نقدر نقلل تأثير المؤسسة العسكرية؟ المؤسسة العسكرية من المصادر اللي بتخليها مؤثرة جدا هي مقدرات المالية، عندها قروش. وفي نفس الوقت من المشكلات اللي عندنا في السودان وجود عدد من الجيوش اللي بيخلي الأحزاب قادرة تتحالف مع جزء منها. فالحل إننا نجفف المقدرات المالية والمصادر بتاعة الأموال الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية في السودان، ونوحدهم في جيش وطني واحد، ونهيكل القوات المسلحة هيكلة جديدة. الأحزاب السياسية كل الكلام اللي قلته بالنسبة لها بديهي ومعروف، طريقة تنفيذهم له إنه عملوا تحالف مع حميتي، يستخدموا حميتي كتكتيك سياسي، يضربوا به نفوذ جهاز الأمن وده حصل ونجح. المرحلة الثانية يضربوا به نفوذ المؤسسة العسكرية، فجابوا في اللجنة الاقتصادية وهم عارفينه ما بيعرف أبو النوم، لكن جاب عشان يقدروا من خلاله يحاربوا الشركات التابعة للجيش القاعدة لمح لها حميتي كل مرة وما قادر يقولها صراحة. الحرية والتغيير بيحاولوا يسيطروا على حميتي، خصوصا إنه صعب جدا يلاقي شرعية دولية بسبب مجزرة القيادة العامة وجرائمه في دارفور. وفي نفس الوقت ده فيه خطورة، إذا البرهان وقيادات الجيش قاوموا ممكن البلد تمشي في طريق بتاع حرب أهلية،
وممكن الجيش بعدها يستلم البلد ويلاقي اعتراف وشرعية دولية، لأن الشرعية الدولية ممكن تجي لو الجيش قدر يقنع العالم بضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. فيا البرهان لو أنت حكيم اتفق مع حميتي إنكم الاثنين تسلموا مؤسساتكم المالية للدولة ولوزارة المالية، وإنكم تدمجوا ميليشيات الدعم السريع والحركات المسلحة جوا الجيش وتتم إعادة الهيكلة، ده لو كان فعلا عندكم وطنية وعاوزين السودان يكون أحسن. في حلقات تانية حنعرض فيها صراع المحاور الإقليمية ولمحة على الأحزاب السياسية وكثير من الأمور السياسية في شكل موجز بسيط. الحلقة دي مرجعية كتاب بيتكلم عن التحول الحرج، اسمه من الحرب إلى سياسة الأحزاب، التحول الحرج إلى السيطرة المدنية. فدي كانت محاولة لتحليل الوضع في السودان من خلال فكرة التحول الحرج. الكتاب متوفر في الإنترنت باللغة الإنجليزية وباللغة العربية وحوالي 300 صفحة. ده كان موجز بسيط للفكرة، ممكن تمشوا تقروه لو دايرين معلومات إضافية عن فكرة التحول الحرج.